إنا لله وإنا إليه راجعون. أصدقائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الأسبوعي على قناة ميديان تي في، برنامج الماتش. في عدد اليوم يعني الحديث عن رحيل الأب الروحي للرياضة المغربية وكرة المضرب على وجه الخصوص محمد مجيد، الرياضي الكبير والفاعل الجمعوي اللي فارق الحياة يوم الخميس الماضي. في هذا الحلقة أيضا غادي نتكلموا على الجامعة العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللي انعقد اليوم بالسخيرات، كما سنعود للحديث على يعني الاعتداء اللي تعرض له فريق الوداد البيضاوي، فريق الوداد البيضاوي اللي تعرض يعني لاعتداء هذا الأسبوع في مركب محمد بن جلون، كما كان هناك حدث مشابه اللي عاش على إيقاع مدينة فاس وكانوا يعني مس لاعبي فريق الوداد الفاسي. لمناقشة كل هذه المواضيع يحضر معنا اليوم في بلاتو برنامج الماتش لاعب سابق لفريق الوداد البيضاوي وكذلك فريق وداد فاس، مراد فلاح. مراد، أهلا ومرحبا بك. مرحبا جلال ومرحبا مشاهدين قناة ميديا. معنا كذلك الزميلين بدر الدين الإدريسي. بدر الدين، مرحبا بك. مرحبا بك زميل جلال، مرحبا بزميل فؤاد، وأيضا مرحبا باللاعب الدولي السابق مراد فلاح وبكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات. فؤاد، مرحبا بك. مرحبا بك جلال ومرحبا بسي مراد ومرحبا أيضا ببدر الدين الإدريسي، ومرة أخرى تعازينا لأسرة فقيد كما ذكرت الأب الروحي للرياضة المغربية سي محمد مجيد، اللي غادي بطبيعة الحال نحاولوا نرصدوا التاريخ ديالو، مساهمة ديالو في الرياضة المغربية. بدر الدين، يعني في البداية كلمة في حق يعني هذا الرجل اللي يعني سميناه بالأب الروحي للرياضة المغربية. في واقع الأمر تتعدد المسميات، ولو أن الاسم الشخص هو واحد، لأنه سي محمد مجيد رحمة الله عليه كان يمثل رجل المرجعيات الكبرى داخل الرياضة الوطنية، وأيضا كان وجه من أوجه الأسطورية للرياضة الوطنية على مدار 70 سنة تقريبا، يعني منذ أن دخل إلى معترك العمل الرياضي أو كان قبل كممارس رياضي، والرجل يوجد على الواجهة كفاعل رياضي من الطراز الرفيع، أيضا كمحدد للحركة الرياضية. لا ننسى أن أيضا سي محمد مجيد ساهم من موقعه وبفعل تراكماته في إرساء دعائم المؤسسات الرياضية الأولى في المغرب، يعني قبل الاستقلال بتواجده في المندوبية السامية للرياضة، أيضا كون أنه ينفرد على كل الذين مروا بالحقل الرياضي في أنه عمر لمدة 40 أو أكثر من 40 سنة كرئيس مرجعي، رئيس هلامي لكرة المضرب أو لرياضة التنس المغربية. أيضا هو رجل العديد من المواقف الجريئة، لا يعرف ما معنى لغة الخشب. ذات مرة استمعت إلى زوجتي تتحدث عنه وقالت عنه دون كيشوت الذي لا يحارب طواحين الهواء ولكن يحارب كل من يتصدى للقيم الرياضية. رجل كان ينزع في كل حواراته في كل تدخلاته إلى الفصل بين ما هو رياضة وما هو سياسة في الانتصار للقيم الرياضية، وأيضا في الانتصار إلى ضرورة أن الرياضة يجب أن توكل بالكامل إلى الأشخاص الرياضيين. ولما كانت الرياضة الوطنية كتمر بأزمات كثيرة كان دائما يقول على أن الملجأ الوحيد للرياضة المغربية والخلاص الوحيد هو المرور إلى المجلس الأعلى للرياضة أو المندوبية السامية للرياضة. عموما أعتقد أنه من الصعب جدا أن نختزل هذا الرجل في بضع كلمات أو في بعض الفقرات، على اعتبار أنه كان رجلا رحم الله كرجل مرجعيا، إضافة إلى مناحي أخرى اشتغل فيها، كان فاعل جمعوي وكان رجلا يمثل وجه طيب للمغرب، بحيث أننا نعرف أنه أسس مؤسسة خيرية للتضامن وكان يذهب إلى كهوف ومغارات وإلى جبال وعرة وهو متقدم السن، ومع ذلك كان يذهب ليزرع البسمة في وجوه الفقراء والمحتاجين، شيء رائع جدا. أعتقد ما رحل فيه والجسد وما سيظل راسخا لدينا هو عمله الكبير وأيضا ما أسدى للرياضة المغربية. يعني فؤاد، رغم أننا اليوم كان نتكلم على يعني فقيد اللي يعني تفتقده الرياضة المغربية، لكن ربما لما كان نتكلم على مجيد كتجينا الابتسامة، رغم كان نتكلم على وفاة شخص
الشخص اللي كان يعني عزيز علينا، لان دائما وحنا كصحفيين بدر الدين ولا فؤاد لما كنا كنتلاقاو بمجيد ولا نديروا حوار مع مجيد كنكونوا متاكدين من واحد الحاجه اننا نموتوا بالضحك مع مجيد، لان راجل ديال النكته ودائما دائما يعني كان عنده لو سونس دو لا ريبارتي ودائما جريء وجريء جدا، يعني اون اسيرونس 100% لما تلاقى بمجيد على الضحك. نعم، وكما ذكرتي والكلمه هي حقيقه اب روحي للرياضه المغربيه، لانه ربما حتى العمل ديالو ماشي فقط في نطاق كره المضرب اللي ارتقى بها العالميه، يعني اخرجها من واحد السبات عميق وجعلها انها ترتقي مراتب عالميه، سواء بالنسبه لجائزه الحسن الثاني او لا جائزه لاله مريم، وكيفاش عطى التنس واحد يعني وسع الدائره ديال الانتشار ديالو في العهد ديالو، يعني من الحظ ديالو انه خدينا ربما احسن ثلاثي ديال ديال ديال, ديال كره المضرب المغربيه، اللي بطبيعه الحال خلال عقد من الزمان خلاو هذه الرياضه انها تكون حاضره في المحافل الدوليه. كما ذكرتي جلال روح الدعابه كانت يعني من الصفات ديال المرحوم، وكنا في كل الحوارات ديالو كما ذكرتي كنا كنتظروا انه بين الفينة والاخرى غادي يخرج لك واحد الحاجه من الماضي ديالو يعني الطويل، سواء في العمل الجمعوي او في العمل الرياضي. كيفاش كنا انا شخصيا يعني ربما اول يعني روبورتاج قمت به كان في جائزه الحسن الثاني في العام 91، وكيفاش يعني كصحفي مبتدئ في العمل الاذاعي كيفاش كيحتضنك وانت يعني شاب عندك واحد 22 سنه، كيفاش كيحتضنك، كيفاش كيشجعك، كيفاش كيعاملك كما يعامل ربما واحد الناس اعلاميين اللي فايتينك ب 10 سنوات، لكنه يعني في الصفات ديالو انه كيحتضن الانسان، كيسهل لك الماموريه، كيقول لك هل هاد ظروف العمل واش خصك شي حاجه، واش يعني حقيقه الانسان كيتذكر هاد الصفات في هذا الرجل. كما كنعرفوا بالنسبه لكره المضرب كيفاش يعني الانطلاق ديال جائزه الحسن الثاني في 84 في مدينه مراكش، كيفاش انتقلت لمدينه الدار البيضاء، كيفاش خذات المسار ديالها من جائزه ديال 50000 دولار حتى وصلت جائزه اللي كت يعني الجوائز ديالها كتفوت 400000 دولار، كيفاش انه يعني عطى التنس واحد مركب الامل اللي كنا كنذكروا سنوات كان ارازي وكان العناوي كيحضر في المباريات. عطى التنس بعد واحد الصراع يعني طويل ومرير، لانه كان الحبل. يعني نعم. كان ما كيخاف من حتى شي واحد. نعم. مجيد، هذه هي النقطه. نعم. المهمه عنده في بعض يعني الظروف اللي كانت بعض الايام في المغرب صعبه انك تنتقد يعني بعض الناس في المغرب. كان كيواجه السلطات لانه كان كيدافع على واحد الرياضه وكيدافع على مبدا ديال هذه الرياضه اللي كان كيعشقها، اللي هي رياضه كره المضرب واللي مارسها، واللي كما ذكرنا انه ديما حاضر حتى في كره القدم، يعني لما كتكون مشاكل في كره. نعم. القدم كيكون كان يعني القيدوم وهو ديك لا ماتيغ غريز ديال كره القدم ديال الرياضه المغربيه، كان كيكون حاضر حقيقه يعني خساره للرياضه المغربيه، وطبيعه الحال اننا ربما غادي الاسم ديالو غيذكر يبقى موشوم بالنسبه لنا احنا اللي الناس اللي عاشرناه، والناس ربما نكونوا نقلوا شهادات للناس اللي. نعم. ما عرفوش. اذا معلمه في مجال التسيير غادرتنا يوم الخميس الماضي قيدوم المسيرين محمد مجيد، وبعد ما قضى اكثر يعني من 5 عقود في المجال الرياضي والمجال الجمعوي وافته المنيه سنوات عديده يعني سخرها الرجل لخدمه الرياضه، وخصوصا كره المضرب اللي ارتقى بها للعالميه. عوده لمسيره الهرم الشامخ للرياضه المغربيه، فالتقرير ديال الزميل عبد الله الجعفري. بعد مسيرة طويلة حافلة بالأحداث الرياضية والجمعوية والنضالية، محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب يفارق الحياة بأحد مستشفيات العاصمة الرباط. سلم مجيد الروح لبارئها عن عمر يناهز 97 عاما،
نحو قرن من الزمن ترك فيه الراحل بصمته وفي مجالات مختلفة. ولد مجيد بمدينة أسفي في فترة كان فيها المغرب يعيش تحت نير الاستعمار. تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه، ثم تنقل بين مراكش والرباط وفاس. دخل عالم السياسة من بوابة حزب الاستقلال قبل أن يغير الوجهة صوب التجمع الوطني للأحرار، وولج البرلمان لأول مرة في سنوات الثمانينات. محمد مجيد هو رياضي بامتياز، فقد مارس كرة القدم وكرة السلة قبل أن يفتن بكرة المضرب التي جعلته يأخذ المبادرة ليكون من المؤسسين للجامعة الملكية المغربية لهذه اللعبة، ومن ثم رأسها 45 عاما ليكون الأب الروحي لممارس الكرة الصفراء، حيث تزايد في عهده بشكل كبير عدد الممارسين، بل وبرزت أسماء وازنة رفعت راية المغرب خفاقة في المحافل القارية والدولية كيونس العينوي وكريم العالمي وهشام أرزي. كرة المضرب كانت معشوقة محمد مجيد الذي ساهم بشكل كبير في تأسيس جائزة الحسن الثاني الكبرى، والتي أضحت موعدا سنويا يتميز بمشاركة لاعبين من مختلف قارات العالم. بعد مشوار طويل ترك الراحل كرسي رئاسة جامعة كرة المضرب في 2009، لكنه لم يكن بعيدا عن معشوقته الصفراء التي ظل يتابع كل أخبارها من بعيد أو من قريب. بعد اعتزال التسير الرياضي تفرغ مجيد للعمل الجمعوي من خلال المؤسسة المغربية للشباب والمبادرة والتنمية، والتي حملت هموم فئات واسعة من المغاربة المقصيين اجتماعيا أو المعزولين جغرافيا. واليوم وصل المشوار لخط النهاية، محمد مجيد يغادر إلى دار البقاء، لكن بعد أن حفر اسمه بمداد من ذهب وماس في التاريخ الرياضي المغربي والعمل الإنساني الوطني. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني كما قال الزميل عبد الله الجعفري، معلمة يعني تاريخية. ربما اليوم بدر الدين وحنا كنسألوا على يعني الأسماء كاسم يعني اسم محمد مجيد، اليوم ربما يعني التخليد الروحي ديالو والعمل اللي دار، لما لا يعني إعطاء اسم محمد مجيد لأحد يعني المنشآت الكبيرة في المغرب، اللي كنتكلموا الآن على يعني كاين بعض الميادين اللي ما عندهمش سمية في المغرب، ملعب طنجة الكبير، ملعب أكادير الكبير، ملعب مراكش الكبير، ما كاينش يعني شي اسم أكبر ربما من محمد مجيد اللي يستحق يعني مبادرة كهذه. أنا أعتقد على أنه الإنسان عندما يكون في حجم وفي قامة محمد مجيد لا يمكن أن يغيب عن الذاكرة أبدا، لأن ما وري ترى يوم الخميس يوم الجمعة الأخير كان هو جسد المرحوم محمد مجيد، أما تاريخه الطويل وأيضا نضالاته الرياضية وأيضا جرأته في اقتحام المجال الرياضي، أيضا كلمته التي كانت مسموعة، لأنه ما أعتقد على أن هناك رئيس جامعة انتصر لرياضته لكي تأخذ نصيبها الكامل من الإشعاع الإعلامي وأيضا من الاهتمام ديال السلطات أكثر ما فعله محمد مجيد، لأنه كل اهتمام في العادة يذهب إلى كرة القدم، فهو أعتقد على أنه حقق انتصارات كبيرة وكبيرة جدا لعائلة التنس بكل 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 أطيافها. اليوم كان أعتقد على أنه فوق أننا نسمي معلمة من المعلمات الرياضية نطلقوا على اسم محمد مجيد، كان أعتقد يجب التفكير في شيء مهم جدا، وأنه لما كيختفي هؤلاء الأشخاص هؤلاء القامات البسيطة كأن مكتبة بكاملها قد احترقت، فلذلك أنا كنظن على أنه من الضروري أننا نؤسس لمؤسسة تحمل اسم محمد مجيد ويتم جمع فيها كل ما ساهم فيه الرجل على المستوى الفكري، على المستوى النضالي، على المستوى الإنساني وعلى المستوى الرياضي، حتى يظل اسم هذا الرجل خالدا بيننا، لأن اليوم إذا كنا نبكيه وقد غادرنا إلى دار البقاء كرياضيين، فأعتقد أيضا يبكيه كثير من الناس اللي كانوا كيحسوا كإنسان لما كيشاطرهم الأحزان ديالهم، لما كيقاسمهم المعاناة ديالهم، لما كيطلع لهم بإعانة وأيضا بأشياء تبعث البهجة في قلوبهم. يعني العديد من المشاهدين الكرام اللي كيشاركوا معنا في برنامج الماتش كما جرت العادة عبر البريد الإلكتروني لبرنامجكم الماتش @mediantv.com، عبر صفحة الفيسبوك كذلك، ولا على يعني طريقة الاس ام اس على الرقم 8
58-50. هناك محمد أمين متلاوي من الجزائر يقول الله يرحم الفقيد، تعازينا الخالصة لكل الشعب المغربي. وكذلك طاهر يقول الله يرحمه إن شاء الله، سي لا بروميير بيرسون او ماروك كي نا با يو سا روتريت، اون فري فيغتي ديال لو سبور في المغرب. قبل ما يعني نستمروا في هذا وحنا كنجبدوا يعني الذكريات وما يعني كيميز هذا الشخصيه واللي عطى وشنو عطى للرياضه والمغرب على العموم، نخليكم مع هذا المقتطف من اللقاء اللي كان خاصنا به يعني المرحوم محمد مجيد في اطار برنامج 13 مينيت كرونو على ميديا تي في. Les dates sont perdues dans le temps. Il y a tellement longtemps. Et je n'ai pas commencé à jouer au tennis. J'ai commencé d'abord en classe primaire par le football, par l'athlétisme, etc. Puis alors, le développement réel, c'était au collège Moulay, au collège Moulay Youssef. Vous m'excusez de ne pas dire la date parce que c'est quand même loin. Et mon parent dans le sport, c'était Hajj Mohamed Bijloul. C'est là où je courais les 400 mètres, j'étais gardien de but en football, basket au WAC, et puis le tennis. Pourquoi le tennis? Parce que à Safi, nous habitions à quelques 500 mètres d'un terrain de tennis. Et oui, mais le problème, c'est que l'accès était interdit pendant le protectorat aux Marocains, et vous avez dû manifester justement pour gagner cet accès de pratiquer le tennis. C'était interdit, la pratique du tennis est interdite aux Marocains. Nous étions à l'indépendance pas plus d'une 10-15 joueurs marocains. Et quand on a démarré les internationaux du Maroc, d'abord les premiers tournois de avec Hassine Chadli, Ali Larossi, Ahmed Ahmed, par la suite Chinois, Bouchaï, il y a toute une équipe de jeunes. Hein, et tous c'était d'anciens ramasseurs. Et grâce au tennis, ce sont actuellement devenus des gentlemen, des citoyens, grâce au tennis. Bon, c'est pour, je dis ça pour dire aux téléspectateurs que le sport est une école sociale extraordinaire, c'est une école sans frontières, c'est l'école du partage, c'est l'école où on se remet en cause tous les jours, et c'est l'école de la recherche, de l'amélioration de la performance quotidienne. Et ne pensez pas que je vais en quelques mois ou en quelques années revenir à des Younes, des Karim et des Jamal. Quand ils ont commencé eux-mêmes, des 6-1, 6-2, 6-3. Hein, ils sont arrivés par le sérieux, par l'assiduité, parce que le tennis professionnel exige énormément de contraintes, énormément de sacrifices. يعني ذكريات كبيره، وانا كنشوف هاد الصور مع محمد مجيد. انا عندي واحد الذكرى مع محمد مجيد، اول مره التقيت به في بدايه يعني المشوار الصحفي، قال لي هذا هو جلال بوزراره، قلت له هادشي اللي عطى الله السي مجيد، لان كان كيسمعني ربما في الاذاعه كان كينتظر يشوف شي راجل كبير، قلت له هادشي اللي عطى الله السي مجيد فؤاد. نعم، غير ربما احنا في هذا يعني الذكرى ديال الوفاه ديالو، احنا ربما كنترحموا عليه، ان يجب ان نستلهم من الرجل المسار ديالو والمسيره ديالو في المجال الرياضي، كل ما قدمه، لانه كما ذكرنا ان الاسم ديال كره المضرب لمده 3 عقود او اكثر ارتبط بهذا الرجل، وهذا الرجل كيفاش الحب ديالو والغيره ديالو على هذه الرياضه جعلته انه كما قلنا ينتقل بها يعني من رياضه اللي كانت تمارس في واحد الوقت على مستوى النخبه، حتى نعم. انه ربما كنا كنعتقدوا ان هذه الرياضه هي مخصصه فقط للنخبه، للاغنياء، نعم. يعني لذوي الدخل المرتفع، لكنه هو نجح في هذه السنوات نعم. كلها انه يخرج بها من هذاك الصوره الارستقراطي. نعم. من هذاك الشكل الارستقراطي، ويجعلها رياضه محببه عند الجميع وتمارس على اعلى مستوى. يجب ان نستلهم هذا العمل اللي قام به، لانه يجب ان رجالات اخرى انها تحمل على الكاهل ديالها وعلى العاتق ديالها هذه المسؤوليه ديال انها تقوم برياضات اخرى، انها ترتقي بها، انها تحاول يعني تجعلها في مصاف العالميه، كيف ما هو حول واحد يعني جائزه صغيره كما ذكرنا بدات ب 50,000 دولار في مدينه مراكش، انها تكون جائزه كبرى على المستوى العالمي، ويكون هناك مركب امل اللي كتجي الطاقه الاستيعابيه ديالو اكثر من 20,000 متفرج، وكيفاش اننا في هذه الفتره ديالو كان عندنا 3 ابطال
الأبطال يجب أن يجيوا ناس رياضيين آخرين يأخذوا المشعل ماشي فقط كرة المضرب ولكن في رياضات أخرى باش نحاولوا أننا تعطينا النتائج اللي حصلنا عليها مجيد مع كرة المضرب. ربما خير ما نختم بهذه الفقرة زميل جلال هو أنه أنا شخصيا كانت لي اتصالات متكررة مع السي محمد مجيد الله يرحمه في السنة الأخيرة أو سنتين الأخيرتين وكنت حريص على أنني نعرف منه هذاك الجانب اللي كنت كنقول دائما على أنه رجل سوسيولوجيا في سوسيولوجيا الرياضة بمعنى أن كان ماشي اهتمام فقط كرة المضرب أو التنس ولكن كانت الرياضة بشكل عام. ففي فترة من الفترات بدينا كنتكلموا على الإرهاب بدينا كنتكلموا على الشغب في الملاعب والعنف على الملاعب وهو مشى بحدقته إلى القول على أن من بين المسببات اللي ربما لم توضع عليها اليد أن هؤلاء الذين يتسببون في الشغب لا يمكن أن يكونوا عاشقين للرياضة أو أنهم في الغالب لم يمارسوا الرياضة وبالتالي لو كانوا قد مارسوا الرياضة لعرفوا أن عندها قيم وأنهم خصهم يكونوا أكثر ناس حرصا عليها. فتوجه إلى بناء واحد الفكرة جديدة هو إحلال أو إعادة إحياء ما يسمى بكرة الشارع أو كرة القدم ديال الأحياء من أجل أن هاد الوليدات الصغار اللي كنا دائما كنقولوا أنهم قاصرين واللي كيمشيوا للملاعب وكيقوموا بأعمال التخريب أن يجب أن يمارسوا كرة القدم لم يمارسوها لأنه ملاعب ديال الأحياء زالت بالكامل. فكان على اتصال كامل مع كل عمال مدينة الدار البيضاء من أجل أن يطلق بطولة للأحياء تبدأ من مدينة الدار البيضاء وأيضا بعد ذلك يتم تعميمها على كل المدن المغربية. وأعتقد أن هذا مشروع يجب أن تعمل عليه الجامعة الملكية المغربية القادمة من خلال الإدارة التقنية لأن كرة القدم داخل الشوارع وداخل الأحياء من شأنها أن تعيد تخليق المشاهد أو المتفرج أو حتى الممارس لكرة القدم. يعني وتكلمنا على الجانب الرياضي كان هناك كذلك الجانب الجمعوي وما ننساوش أن محمد مجيد كان لسنوات هو الممثل ديال المندوبيه الساميه للاجئين في المغرب وخدا هو ويعني والاعضاء ديال هذه المندوبيه لو بري نوبل جائزه نوبل للسلام وكانت عنده واحد الشهاده كيفتخر بها وحس ربما من المسائل اللي كيفتخر بها اكثر هي ديك الشهاده ديال نوبل للسلام وبالاسم ديالو محمد مجيد كممثل ل يعني المندوبيه الساميه للاجئين في المغرب. بين العمل الجمعوي والجانب الرياضي ربما هذه كانت ايضا من صفات المرحوم يعني انه كان يعني كان دائما متواجد حتى يعني في دوريات صغيره يعني في يعني في كتكون يعني الجوائز لما كتجاوز 3000 4000 دولار كان محمد مجيد كيحضر سواء كيحضر هنا في طنجة او في فاس او في مكناس يعني كان كيحضر في كل يعني الملتقيات ديال اللي كتكون فيها التنس فيها كره المضرب كيحاول انه يكون في قلب الحدث وهذا يعني من الحب ديالو والشغف ديالو بهذه الرياضه. وما نساوش ان ربما وحنا كنتكلموا عليه دائما كتجينا ذكريات اخرى انا ما ننساش كلمني بعد مره في التليفون كان هناك مشكل في يعني في الملعب ديال التنس ديال طنجه وكانت صراعات لان كانوا بعد يعني المستثمرين بغاو ياخذوا واحد البقعه ارضيه من هاد المركب ديال التنس. خلي جلال اذا كانت يعني نجي دابا نجي توت سويت اي يعني ما كانت كتقاس مصلحه ولا يعني شي سنتيم ديال شي ملعب ديال التنس فاما كان يعني كيجي وكيدافع على 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 الرياضه ديالو يعني نموذج ل من الصعب انك تبر بحالو ربما يكون نموذج يعني وقدوه بالنسبه للمسؤولين اللي نتمنوا يكونوا ماشي يلحقوا المستوى ديال مجيد لان ربما هذا الستيل هذا ما بقاش في هذا العاده هذا منقرض تماما ولكن على الاقل على الاقل اللي اعطى حياته يعني للرياضه وما كان كينتظر ولا شي حاجه من الرياضه ان لله وان اليه رجعون. ثق بيا جلال الشيء الوحيد اللي انا لمسته في السي محمد مجيد لما كانت الفرصه كتواتيني لمجالسته او لمحادثته وحتى لمحاورته الرجل كان يسكنه الشغف. نعم. وانا على ثقه كل من يسكنه الشغف يمكن ان يخدم الرياضه من اي موقع كان. نعم. اذا هذا قياس ديال درجه الشغف هي اللي خصنا ربما نوليو نعتمدوها في تنصيب المسيرين او الذين يتولون اداره الرياضه الوطنيه. نعم. في كل مرافق هي الشغف هو يعني اهم حاجه اللي كتقودك للنجاح يعني ماشي لما انت كتكون شغوف بشيء فكت يعني كتفانى في يعني في الخدمه ديالو وكتعطي كتضحي بكل غالي بكل نفس خصوصا ما ان ما كتنسى محمد مجيد حنا ما كتنتظرش المقابل هذا هو اهم حاجه يعني كتشوف كتقول لك احيانا سي محمد مجيد يعني لماذا كيف يمكن ان اكون انا سعيدا
وأكون مرفها وغير محروم. يعني شوف غير هذه المقاربة اللي فيها الحضور ديال الوازع الديني الوازع الأخلاقي، أن الرجل لم يكن يسمح لنفسه بأن يعيش مرفه وهو يعرف أن العشرات بالمئات بالآلاف يعيشون في المغاور ويعيشون في الكهوف ويعيشون مثلا ولا يجدون قوت يومهم مثلا. يعني محمد مجيد كما قلت يا بدر الدين يعني الله يرحمه، ولكن احنا عمرنا ما ننساوش وما ننساوش يعني الذكرى ديالو شنو عطى للرياضه، وكذلك يعني ديك الطريقه اللي كان كيتعامل بها بواحد التواضع كبير ودائما دائما الابتسامه والضحك والنكت مع السي محمد مجيد، اللي يعني ما يمكنش الانسان كما قلتي واخا نخصوا الحلقه كلها لمحمد مجيد اننا نعطيوه يعني حقه، لانه عطى الحياه ديالو كامله يعني لهذا الرياضه. ومن بين القصص كذلك كان يعني حكى لي انه اول مره يعني مشى للكوميساريه، انه مشى للكوميساريه في المدينه ديالو اسفي، لان مشى كيلعب حاول يلعب التنس في ايام الاستعمار وكان ممنوع منع كليا على المغاربه انهم يمارسوا التنس. بعد ذلك هو دخل السجن يعني في الاستعمار كذلك، وكان قال لي هذه كانت اول لقاء عنده مع السلطات الاستعمار، انا لله وانا اليه راجعون.